اختي قلالين الناس ديال الخير قلالين، الناس اللي كيديروا الخير بهذا المعنى ديال الخير قلال، اغلبيه اللي تيبغوا المقابل بحال زعما داكشي اللي درتيه معاه عن طريق الهاتف راه ما شافكش الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله، هادشي اللي تنقول لكم، اتقوا الله. ربما الظروف اللي انا فيها تقدر تكون فيها امك، تقدر تكون فيها اختك، تقدر تكون فيها بنتك، بنت اختك، بنت خالتك، اي وحده. المراه كتبقى غير مراه وضعيفه، ضعيفه امام اي حاجه، ضعيفه. ماشي يدير فيك خير ويتسنى المقابل، ولا يبقى يقول لك صوري لي هادي، ولا صيفطي لي هادي، ولا ديري لي هادي. حشومه وعيب وعار، جوما وعيب وعار. ومن هنا تنقول كاع الناس راه ماشي اي وحده دارت فيديو الا وانها باغا داكشي هذاك، اي وحده دارت فيديو راه كل واحد ظروفه، كل واحد عالم به غير الله سبحانه وتعالى. زعما تدير بحال هاد لي فيديو هادو كتطلب المساعده، فاذا قديتي ما تساعد في داك الشخص ساعدو، ما قديتيش ما كاين لاش تزيدو هم على همو، ما كاين لاش. السلام عليكم خوتي، جيت للمرة الثانية باش نحكي لكم القصة ديالي ونحكي لكم الظروف ديالي. انا عندي جوج ديال الاطفال صغار، البنيتة عندها عامين ونص، الوليد عنده عام. متخلى عنهم، ما عندي لا حنين لا رحيم، لا امي لا با، لا حتى شي واحد زعما اللي نقولو يوقف جنبي ولا يساعدني ولا يعاونني عليهم. سبق لي ودرت فيديو فحال هكا مع اني كنطلب مساعده، كنت نطلب مساعده، راه باين نوع المساعده اللي غادي نكون انا كنطلبها. ام ديال جوج اطفال متخلى عنهم، يعني محتاجه الحليب، محتاجه لي كوش، ما كانش عندهم الاوراق ديالهم، ما عندهمش يعني حاله مدنيه. كنت كنطلع تنهبط المحكمه باش نصايب لهم الاوراق ديالهم، ولكن للاسف ما لقيتش، ما نكتبش، ما نقولش، ما كاينينش الناس كاع في خطره، ولكن واحد النسبه قليله. كنشكرهم من هنا، تنقول لهم جزاكم الله كل خير، والله يجعلكم ان شاء الله باذن الله في ميزان حسناتكم عند الله. كنت نطلب مساعده، بداو الناس يتصلوا بيا، المهم ما كاين شي واحد اللي قلالين، الناس ديال الخير قلالين، الناس اللي كيديروا الخير بهذا المعنى ديال الخير قلال، اغلبيه اللي تيبغوا المقابل بحال زعما داكشي اللي درتيه معاه عن طريق الهاتف راه ما شافكش الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله، هادشي اللي تنقول لكم، اتقوا الله. ربما الظروف اللي انا فيها تقدر تكون فيها امك، تقدر تكون فيها اختك، تقدر تكون فيها بنتك، بنت اختك، بنت خالتك، اي وحده. المراه كتبقى غير مراه وضعيفه، ضعيفه امام اي حاجه، ضعيفه. كنت نتمنى انني نلقى شي واحد، كنت نطلب غير خدمه، بغيت غير خدمه، نخدم على ولاداتي نوكلهم حلال. هادشي اللي راني كنت باغيه، ما باغاش شي حاجه كثيره ولا طامعه في شي حاجه كبيره، بغيت نستقر انا وليداتي، بغيت طريف د الخبز ناكلو لوليداتي حلال. الحرام راه ساهل والطريق راه باينه وواضحه، ما تصعيبش على اي واحد. شحال من وحده راكم شفتوها في السوشيال ميديا حيدت حوايجها وخرجت كاع للزنقه، مي انا ما عنديش الوجه باش ندير داكشي، انا وجهي ما قدرتش نبينه للناس. درت الجمعيات ديال وجده كاملين بدون جدوى، ما كاينش شي حاجه، قليل. كنقولك الا من رحم ربك، قلوب الرحيمه والناس اللي فيهم الرحمه قلالين على رؤوس الاصابع، معروفين شكون هما الناس اللي تيديروا الخير، ولا دار فيك مره ما عاودش يدير فيك مره اخرى بصفه نهائيه. عييت، عندي الكرا، عندي الماء، عندي الضو، عندي الحليب، عندي ليكوش، عندي الطبيب، انا راسي املتو. من درت الفيديو كنت تنقول ربما نلقى شي اللي يعاونني، ما تنقولش انا بغيت لكم، بغيت دار ولا بغيت فيلا ولا بغيت طوموبيل، بغيت غير استقرار، بغيت في شي بيت نتحشى فيه انا وليداتي، وبغيت شي خديمه، شي خديمه اللي نقدر نعيش بها ولادي، اللي نقدر نوكلهم بها ونشربهم، وتنشوف على انهم باقي قدامي مسيره طويله، فين المدرسه، فين القرايه، فين هادي، فين هادي. انا حاليا مشى هي جايه، ما عنديش حويجه تلبسهم لولادي، ما عنديش. كنت كنتسنى شي واحد اللي يشوف فيا قلب الرحمه ويعتقني لله، ماشي يدير فيك خير ويتسنى المقابل، ولا يبقى يقول لك صوري لي هادي، ولا صيفطي لي هادي، ولا ديري لي هادي. حشومه وعيب وعار، حشومه وعيب وعار. ومن هنا تنقول كاع الناس راه ماشي اي وحده دارت فيديو الا وانها باغا داكشي هذاك، اي وحده دارت فيديو راه كل واحد ظروفه، كل واحد عالم به غير الله سبحانه وتعالى. زعما تدير بحال هاد لي فيديو هادو كتطلب المساعده، فاذا قديتي ما تساعد في داك الشخص ساعدو، ما قديتيش ما كاين لاش تزيدو هم على همو، ما كاين لاش تزيدو هم على همو، حيت راه بزاف. يعني من بعد ما درت الفيديو حيت ما نكذبش على الله، جوج ديال الناس اللي صيفطوا لي بركه في بركه اللي نقدر نقول لك باش بديت بها، يعني باش كريت وباش انا ولاد
من داك من غير داك جوج الناس ما كاين حتى شي واحد اللي زعما نقول لك كلشي كيبغي المقابل، كلشي تيقول لك خصني هذه، صوري لي هذه، صيفطي لي هذه، ديري لي هذه. كاين اللي كيدخل لك بداك التخلي ديال انا باغي نتزوج بيك ونسترك انت ولادك وندير وندير، بحال اليوم يهضر معاك غدا يقول لك صافي حنا رحنا حباب وعائله وصافي حنا ولينا كيف ولينا واحد دونك صافي نقدر نديرو انا وياك اي حاجه. لا ما وليناش واحد. انا فاش درت الفيديو من قبل حكيت ظروفي وقلت على ان عندي جوج ديال الاطفال متخلى عنهم وتشردت انا وياهم وكنت كنت حكمت الاستئناف في الشارع هنا في وجده، كنت نستمع حدا المحكمه وشافوني ناس وبزاف ديال الحوايج يعني كنت تشرد انا وولادي. تصوري انسانه يلاه والده الولد باقي عنده 15 يوم والبنت عندها عام ونص وكتدور بهم في الزنقه وهي كلها غرازي ما تقدر لا توقف لا تمشى لا والو. وما نكذبش عليكم تكرفست بزاف ومازال كنتكرفص، كنطلب الله يرحم لكم الوالدين الا كاين شي مساعده شي واحد في قلب الرحمه ويقدر يساعد اهلا وسهلا. ما كانش من الافضل ومن الاحسن ما تزيدوش تقهروا بنادم حيت بنادم راه اللي فيه يكفي، كل واحد فينا عالبي غير الله سبحانه وتعالى. وتنقول حسبي الله ونعم الوكيل اللي كان ليا سبب واللي وصلني لهذا الطريق هذا، حسبي الله ونعم الوكيل وحسبي الله ونعم الوكيل. هذا ما غادي نقول.